الأول أنت. لو أنت بتختار أنفيريان لوب سيركت هو ده تي إم. إحنا قلنا أنت بتختار أنفيريان لوب سيركت لو الماجنتيك فيلد سيركت، لو خطوط المجال سيركت. الانجل بين البي وبين الدي ال، الانجل بينهم كام؟ زيرو. الاثنين فرق زي الاثنين، يبقى الانجل بينهم كام؟ زيرو. كوساين زيرو 1، يبقى الناحيه الشمال بي دوت دي ال اللي هي بي دي ال كوساين ثيتا، الانجل ثيتا بين البي وبين الدي ال في الحاله دي الانجل بكام؟ بزيرو. كوساين زيرو 1، يبقى الليفت هاند سايد ايكوال انتجرال بي دي ال. خلاص الدوت راح، المفروض بي دي ال كوساين ثيتا وثيتا بزيرو. طيب لو نفتكر مثلا الواير كان بيقول اي على طول ايه، يعني كل النقط اللي بتبعد مسافه ايه مش ليها نفس قيمه البي، يبقى جميع النقط اللي على السيركل ده، جميع النقط اللي على الباص مش بتبعد نفس البعد عن السنتر، ولا سيركل المسافه دي اه مثلا، جميع البوينتس اللي على المسار مش بتبعد نفس البعد عن المركز، يبقى كل البوينتس اللي على المسار هي نفس قيمة الفيل، يعني البي كونستانت. هو ده فكر الامبير اللي هو قريب جدا من فكر مين؟ جو. ده كنا بنقول جميع البوينتس اللي على السيركل اللي هي نفس قيمة الفيل، جميع النقط اللي على السيركل هي نفس قيمة المجال الباين الماجنتيود مش الدايركشن. وبالتالي البي كونستانت تطلع بره ايه؟ الانتجريشن. يبقى ده ايكوال بي انتجرال دي ال. انتجرال دي ال كام؟ ب ال، و ال اللي هو مين؟ سيركمفرنس. سيركمفرنس اللي هو المحيط، والمحيط بيساوي ايه؟ 2 باي ار. يبقى ده بيساوي 2 باي ار. يبقى على طول كده وانا مخبط، لو انت مختار امبيريا لوب سيركل ناحيه الشمال على طول 2 باي ار. أجين لو أنت مختار أمبيريان لوب سيركل ناحية الشمال على طول 2 باي ار في بي. طيب تعال ناخد أبلكيشن، تعال ناخد الأبلكيشن بتاعت السيركل مرة واحدة وبعد كده نمشي الحاجة التانية. عشان نتأكد إن كلام أمبير صح، تعال ناخد أبلكيشن أنا عارف القانون الأخير وليكن انفنت وير. عايزين نحسب الماجنتيك فيلد ديوتو انفنت كارت عند سيرتن بوينت بي. يبقى أول ابلكيشن لونج ستريت كوندكتور أو واير. لونج ستريت واير لونج يعني انفنت. عندك سلك اهو وماشي بيه كارنت اي، وعايز احسب الفيلد عند النقطة بي على مسافة اه. خطوات الحل نمبر 1، ستيب نمبر 1 سلك سيرتيبل امبيريان لوب. سلك سيرتيبل امبيريان لوب، اختار مسار امبير مناسب. انا ما عنديش يا اما دايره او ريكتانجل، يا سيركل او ريكتانجل. في الحاله دي بختار سيركل ولا ريكتانجل؟ ليه؟ لان انت بتدي كفير للانفنت واير تبقى عباره عن ايه؟ دوائر. احنا قلنا لما تبقى خطوط المجال دايره وانا مغمض اختار مسار امبير دايره. يبقى بمرر بالنقطه دي امبير لوب. ده امبيريا لوب. بعد كده بكتب القانون انتجرال بي دوت مع دي ال بيساوي
فيولون سيجما ار. انت بختار امثال كانه كايرا، يبقى الناحيه الشمال وانا مغمض تبقى ايه؟ 2 باي ار بي. الكونفرنس في مين؟ 2 باي ار في بي. 2 باي ار في بي بيساوي فيولون. ايه بقى سيجما ار؟ اي 1. ما هو سيجما ار؟ اي مجموع الكرز جوه مسار امبير. جوه مسار امبير في كم كرز؟ هو واحد بس ار. يبقى الفيلد بكام؟ ميو نوت اي على 2 باي. مش ده نفس الرول اللي احنا طلعناه باستخدام هايبر ار؟ طلع فاكرين الاثبات بتاع الفاينل؟ كان مفيش خيال يا ناس، كان طويل قوي صح؟ بأمبير طلعناه في قد ايه؟ في سطر واحد. ده مش بس كده، الفيلد ده بره السلك ولا جوه السلك؟ بره السلك. يعني باستخدام امبير اقدر احسب الفيلد جوه السلك. بس مش سلك مروحه. عارفين الكابلات بتاعت السويدي اللي بتتحط تحت الارض؟ كابلات التخينه الكبيره دي. انا اقدر احسب الفيلد جوه السلك باستخدام امبير. هنا الفيلد ده كان طالب استرد ان الراديوس بتاع الواير اسمه ار كابتن. افترض ان الراديوس بتاع الواير ار كابتن، يبقى في الحاله دي كان ار سمول اكبر من ار كابتن. ار سمول اللي هو ايه؟ بعد النقطه عن السيرفر، عن الاكسس بتاع السيرفر. وار كابتن ده الراديوس بتاع الواير. لا ده انا دلوقتي عايز احسب الفيلد انسايد الواير. جوه الواير. ازاي؟ ركز معايا. انا هرسم لما بتبص من فوق بيسموه الكيم. هرسم كيم. ده السلك بتاعي. الريديوس بتاع الار. ده السلك. ده الواير اللي ماشي فيه الكهرباء. وانا عايز احسب الفيلد عن نقطة جوه السلك. انا عايز احسب الفيلد لنقطة جوه السلك، يعني ار اصغر من ار كابتن. اختار مسار الماتيريال اللي شكله ايه؟ سيركل. ليه؟ لان الماجنتيك فيلد عباره عن دوالب. يبقى امرر بالنقطه في امبيريا لوب. ده امبيريا لوب. الناحيه الشمال لا تعتمد الا على شكل مسار امبير. انت لو مسار امبير في دايره يبقى الناحيه الشمال ايه؟ 2 باي ار في بي. 2 باي ار في بي بيساوي ميو نوت في ايه؟ في مجموع الكرز جوه مسار امبير. الكرز اللي جوه مسار امبير هو نفس الكرز اللي ماشي في الواير كله ولا جزء منه؟ جزء منه. تعالى نسميه اي داش. واي داش ده اصغر من ار. هو جزء من ار. ركز معايا. لو انت عندك بايب ماسوره ماشي فيها ميه وجبت حلقه حطيتها في قلب البايب، رنج حطيتها في قلب البايب، انا عايز اعرف الميه اللي بتعدي من الحلقه دي هي كل الميه اللي خدت من البايب ولا جزء منها؟ كل ما الراديوس بتاع الحلقه بيكبر، كل ما الراديوس بتاعتها بتزيد، كل ما كميه الميه بتزيد ولا بتقل؟ يبقى الميه بتعتمد على ايه؟ على الكروس سيكشن الثاني. تاني. دي البايب كبيره. جبت حلقه. انا عايز اعرف الميه اللي بتعدي من الحلقه مش من البايب. كل ما الراديوس بتاع الحلقه بيزيد، يعني كل ما الاريا بتاعتها بتزيد، كل ما كميه الميه بتزيد. يبقى الكرم بيعتمد على الكروس سيكشنال داري. هاي توتال اللي هو التوتال كرم اللي خارج من الواير كله. الكروس سيكشنال داري بتاعه مين؟
2 by R capital. R capital. Because the question I'm talking about R capital squared. The cross section and the message to the count. I dash. Message me. The cross section of Tommy. R. R squared. Cross multiplication. You must I dash again. R can be a. R capital can be a. What a balance in the R dash. Who's in the R? Lee. R is small, R is small. R is small, R is small, R is small. Okay. Now, if you add the camera, give a 2 by R, VB, V0, V0, I dash, R Tavia, and R Tavia, R Tavia, R. In R, R Tavia. I try to cut the field. V. Mio load for all and a 2 by R tabia even a kilo is still there and there's no event acid is completely clean inside conductor or outside the conductor. Inside the wire or outside the wire. لو انت فكرت فكرت بس انك تعمل بارس اوف ون لود وحسابك فين جوه معاك ربنا. صعبه جدا. اما باستخدام امبيرز لو الموضوع اسهل مما يمكن. طيب لو انا قلت لك نرسم الفيلد مع الار. عايز اسالك اكيد الرسومات اللي كنا بنرسمها في جاوس الالكتريك فيلد مع الار. فاكرينها؟ نفس الرسومات Constant. Yeah, constant.
That means mu بما بيت بابا زي ما بيت مين مي نوت بتاعت الهواء. انا فارض ان البيرمابيلتي بتاعت الورق هي نفسها البيرمابيلتي بتاعت